السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ كي دايره مع الصحيحه؟ نتوما لاباس عليكم؟ كي دايره الاحوال؟ اليوم راني نصور لكم فين كنخدم. هذا هو البيرو ديالي البيرو ديالي في غيور. كي راكم دايرين؟ كي دايره الاحوال؟ كي دايره مع الصحيحه؟ نتوما لاباس عليكم؟ بزاف الناس قال لك عطينا من نكونوا ماشيين للمحكمه، واش نديرو؟ اللي تكون ماشي على الطلاق، اللي تكون عندها الولد شادين عليها، والله متدابزه مع الراجل والدابزين مع الجيران، المهم المشاكل مجموعه. وثاني كاين اللي تكون هي والعجوزه ديالها ديما صداع في الدار، وثاني كاين كيكون صداع ديما في الدار. اليوم راني ما جبتش الاعشاب اللي رانا نسجل لكم ولينا هنايا، بصح العشبه غادي نديرها لكم الفوق. اليوم عندنا غير عشبه واحده. ثاني كاين في الدار كاين عندنا الصداع، الاولاد مع بناته مع ولادو مع مرته مع كيسمي داخل كلمه وطلق وكلشي شي شاد في شي. وثاني كاين عندنا ديما من نمشيو للمحكمه لا في الطلاق ولا في كلش. المهم حنايا عندنا عشبه زينه، ولكن الناس كيوريوك الغلط، ومي كنشريوها غلط، لان حنايا خاصنا نديرو الحاجه اللي تنفعنا. كاين شي خرافات وكيسميتها كيقولوها عليها، ما خاصهمش كاع يتقالو نهائيا. حنايا من نشوفو عندنا صداع في الدار، من يكون ولادنا متدابزين، الراجل كلشي متدابزين، او الله على الاطلاق، او الله ماشي للمحكمه، او الله ماشي للقياده، او الله ماشي للقنصل، ثاني كاين على شي طلب ولا على شي حاجه، واخا ما عندناش ثاني الصداع ماشي غير على طلب ولا على شي حاجه، او الله ماشي عند المحامي، او الله ماشي عند اختنا ومحاضرنا ولا خونا ولا كيسميته. ثاني كاين اللي ولادها كارهينها، او الله كارهين باه، او الله كارهين خواتاته ولا كيسميته. هذه صالحه لكلش وخاصكم تستعملوها. حنايا عندنا الساكته والمسكوته، لكن الساكته والمسكوته كاين شي وحدين دايرين لكم غلط. كتقول لك كولي الساكته والمسكوته، اولا الساكته والمسكوته خاصك من تشريها تكوني ساكته، ومن تخدميها تكوني ساكته، بحال الا اللسان ديالك داهلك شي واحد. حنايا من نمشيو عند العشاب اي عشاب نعرفوه، غادي نكتبو حنا في ورقه الساكته والمسكوته، غادي نعطيوه الورقه، غادي يعطيك الساكته والمسكوته، ما تكلمي لا والو، تخلصيه تهزي داك الصرف وتمشي، ما تهضري حتى مع شي واحد. حنايا جبنا الساكته والمسكوته من نجيو للدار، حنا عندنا صداع، او الله الراجل باغي يطلق، او الله كيسميتها غادي ندير تبخيره وفيها اكل ثاني. حنايا غادي نجيو راه عندنا صداع في الدار، واقف انا والراجل ديما متدابزين، او الله الولاد ديالي متدابزين مع باهم متدابزين، يعني صداع ديما المشاكل عندنا. غادي نجيبو حنا الساكته والمسكوته، غادي ندير واحد المجمر نزهروا، غادي ندخلوا ما يشوفنا حتى شي واحد تكون عندك في الدار، ما يشوفك حتى شي واحد، غادي تحكي شويه او لا تدبيها شويه بالعود بالمهراز، ولكن يكون المهراز ديال العود، غادي تدبيها وكسميتها وتجيبيها في المجمر وديريها في المجمر وتبخري الدار كامل. دقه بطله الا كان عندنا الصداع ولا العكوسه ولا كسميتها الشيخ متسلط ولا الراجل ولا كسميتها، يعني كاع المشاكل صالحه لها. بصح هي كتخدم ساكته، ممنوع تقولي الساكته والمسكوته وهذه الخرافات، هذيك خرافات، لان اللي كنخدموا بها جدودنا، لان هي كيقول لها الساكته والمسكوته، يعني تشريها ساكته وتخدميها ساكته، يعني الساكته والمسكوته، هي ما خاصك تقولي فيها حتى شي خرافات. هذاك الشيء اللي يقولك لا قولي الساكته والمسكوته وكسميته، هذوك غير كذبوا عليك. هي خاصك تخدمي ساكته لانك تسكت الناس وكتسكت على الصداع، لا في المحكمه ولا كسميته. من جاو حنايا للدار نديروها في البخور، الا كان عندنا العائله الاولاد ولا العكوزه ولا كلشي متسلط نديروها بخور، غادي نديروها بخور ونخليوها في الدار غير وحدها. احنا من نمشيو للمحكمه باغي ندخلوا المحكمه، عندنا مشاكل ودنا شادينا، ولا على الطلاق، ولا بنتي، ولا واقفه مع راجلي، ولا مع، ولا على محكمه، ولا على ارض، ولا على شي حاجه. قبل ما ندخل المحكمه انا نكون هزه معايا الساكته والمسكوته، كي نوصل نقرب للباب خاصني ما نهضر لا والو، نحكها ونهزها على شكل كموسه، وديما تكون على شكل كموسه، غير الكموسه في كسمتها وتحكوها وتشديها وديريها في الصاك ديالك وتدخلي، ولا في الجيب ديالك، بغا راجل ولا مراه، هذه صالحه لا المراه ولا راجل. حنا درنا هذا الشيء وندخلوا المحكمه قنصليه في وظيفه، المعلم ديالك حاط عليك في الخدمه، المدير ولا المديره، خاصك تخدميها ساكته تحكيها، لان كيقول لها الساكته والمسكوته، يعني تشريها ساكته وتخدميها ساكته، باش يقول لك شي واحد راه ما كاينش هادشي. حنايا عندنا الراجل متسلط كيضربنا،
عندنا العجوزه متسلطه كانت ديما محرمه علينا العيشه، تعرفوا كيفاش نديروا لها. والولاد التانيين ديالنا غير شي يضرب في شي، عندنا البنت التانيين كتسبنا، حنا غادي نشدوها نغسلوها مزيان ونشدو على حسب نص معلقه صغيره ونطيبوها في الشاي، نطيبوها في الشاي ونعطيه الشرب. دقه بطل لا الصداع ولا الرجل ولا كيسم بصح، خصكم ديما تعاودوا لها. هي كتسكت، هي ما كتقتلش، كياكلوها باش يسكتوا كيسم ده، باش يسكتوا داك الصداع والراجل اللي باغي يطلق ولا يضرب المراه ديالها ولا العجوزه ثاني كيمتسلطه ولا الشيخ ولا ولدك كيضربك ولا راجلك ولا بنتك ولا المهم كاع الصداع. غادي ديروها في الشاي او لا ديروها في الماكله وتقدروا تاكلوا منها حتى نتوما الدنيا هاني. هي غير تسكت، ربما ثاني كاين المراه فيها العصر ديما مدابزه مع الراجل، والراجل فيه العصر ثاني كاين مدابزين، يعني النار الماء والنار ناكلوها بجوج باش نهادعوا بجوج، يعني ياكلوها بجوج. ثاني كاين شانيكين اللي كتمشي للخدمه او للطبيب او لا كتم تحط عليها المدير ديالها ولا الطبيب ديالها كلشي، خاصها تحكها بحالها بحال المحكم وتدخل وديما دايرها معاها في الشيء، تخدمها ساكته غير النهار الاول اللي تخدمها ساكته بصح ديما هازها معاها باش سكتوا الناس، باش يقول لك ديري هادي وفعلي هادي وهادي. كتمتى كتهزي الورقه تمشي عند العشاب ماركيه هنا الساكته والمسكوته، تشريها ساكته تخلصي وتجي ساكته بحال الا اللسان ديالك دار، وكتخدم ساكته وتشريها ساكته ويقول لها الساكته والمسكوته. كاين شي خرافات دايرينو عليكم في اليوتيوب كتمتى، هي نهائيا ما خاصكش تكلمي فيها، ما خاصكش تكلمي فيها. ثاني كاين المدير ديالنا حنايا حاط علينا والبوليس ولا حاطين علينا كشميحات، ثاني كاين نجيبو سلاب العقور ونجيبو الساكته والمسكوته نحكوه بجوج وندخلو ثاني كاين بها هادي في العمل كسميتها. ثاني كاين عاود ثاني كاين نخلطو سلاب العقور والساكته والمسكوته، ثاني كاين كيتخلطو في البخور بصح. عندنا ثاني كاين حنايا الجاره متسلطه ديما كتسحرنا كديرنا ديما، يعني ديما عندنا السحر لا في الدروج لا في كيسميتها. غادي نجيبو المجمر نجيبو الساكته والمسكوته ونبخر ونحلو الصاجه وزيدي لها معها الدفله، وإلا عندك الحنظل تانيك تزيدي الحنظل وخليها لها للصاجه وعطيها دقه بطله. يعني إلا كان عندنا جار متسلط ولا جاره جيبي الساكته والمسكوته زيدي عليهم الدفله وزيدي عليهم الحنظل، وإلا عندك الأسماء ديالهم تكتبي الأسماء ديالهم وتديريها في المجمر وتخليها كسميتها. بصح هي كتشرى ساكته وتخدميها ساكته، ممنوع ديك الخرافات اللي كيقولوها لكم. هي راها زوينه بزاف بصح الا كان عندكم الصداع والراجل ديالك ديما يضربك، ديما عمري لها في الشاي، ديري بخور وعمري لها في الشاي. تقدروا ديريها في الحريره، تقدروا ديريها تانيك في الماكله، واخا تاكلوها هي راه ما تضرش، راه ما تضرش. الجده ديالي كانت ديرها وكانت ديرها كاع الناس الحومه كسميتها. هي هذه هي الطريقة الصحيحة ديال الساكتة والمسكوتة، تشريها ساكتة وتخدميها ساكتة، يعني اللسان ديالك بحال إلا مشى. هذه هي وخاصكم ديروها وتجربوها، وهذه راها صالحة تاني كيما في أي كسميتة، فين ما مشيو ولا باغيتو تمشيو سافرين أو لا تمشيو كسميتة ولا ما عندكو زهر لا مع عائلة ولا مع عموم ولا مع خالات ولا كسميتة، ديما تكون